وطن الاقتصادية، نشرة إخبارية يومية من الأحد حتى الخميس الساعة الرابعة حتى الرابعة والنصف على شبكة وطن الإعلامية. نتابع آخر وأهم ملفات الشأن الاقتصادية مع تحليلات اقتصادية وانعكاساتها على حياة المواطن الاجتماعية والمعيشية. هذه النشرة برعاية شركة سند. سند، استدامة، تطوير، بناء. والنبالي والفارس للعقارات. شركة النبالي والفارس للعقارات، معايير بناء جديدة. وبنك الاستثمار الفلسطيني، تنمية وأمان. يا بتطير الحقها وما تطيرها، بحرك ما بدها تفكير. وانا فرصتي اجتني وهفتح حساب توفير، فرصة اربح 10 أضعاف رصيدي كل 10 أيام، او اربح ربع مليون وتتحقق كل الاحلام. ممكن اربح كل يوم 1000 دولار لما الفرصة تجيني، مع فرصتي من بنك الاستثمار الفلسطيني. انا لما ينزل الراتب وحسابي مضمون، وممكن أكون سعيد الحظ اللي هيربح ربع مليون. أنا فرصتي بتغير حياتي، فتحت حساب لي ولأولادي، حكيت للحبايب وإخواتي ولأبوي وإمي وحماتي. حساب فرصتي ممكن يغير لحياتي وسنيني، حساب فرصتي من بنك الاستثمار الفلسطيني. افتح حساب توفير فرصتي إلك أو لأحد أفراد عائلتك، أو أودع بحسابك بقيمة 100 دولار أو ما يعادلها. لا تدخل السحب على الجوائز. يبدأ السحب على الجوائز خلال شهر 6 ويستمر حتى تاريخ 20/12/2023. حساب التوفير فرصتي ممكن يغير لك حياتك. خاضع لشروط الحملة. بنك الاستثمار الفلسطيني، تنمية وأمان. أهلا بكم في نشرة وطن الاقتصادية، وفيها أهم أخبار الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي. اليوم 4 ويوافق 30 من شهر آب للعام 2023. معكم في الإعداد والتقديم أنا رشا حسوني، والتحية للزملاء في غرفة التحكم محمد زاغا ومحمود معطان. تتابعون الآن على وطن أف أم على موجتنا العاملة على التردد 99.2 أف أم، وعبر تلفزيون وطن على التلفزيونات التفاعلية، وعبر البث المباشر على صفحة وطن على فيسبوك. نشرة وطن الاقتصادية تأتي برعاية شركة سند. سند، استدامة، تطوير، وبناء. وبرعاية شركة النبالي والفارس للعقارات، معايير بناء جديدة. وبرعاية بنك الاستثمار الفلسطيني، تنمية وأمان. إلى العناوين. وزارة الزراعة توفر أعلافاً لإسناد مربي الثروة الحيوانية في عقربة. وفي ورقتنا الثانية، جوجل تسعى لاستقطاب الشركات مع خدمات سحابية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وفي الثالثة الأخيرة، ارتفاع أسعار الذهب مع انخفاض الدولار وعوائد السندات. من العناوين مباشرة إلى التفاصيل متابعينا الكرام، في ورقتنا الأولى الزراعة. وزارة الزراعة توفر أعلافاً لإسناد مربي ثروة الحيوانية في عقربة. وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الزراعة أنها زودت مزارعين من مربي الثروة الحيوانية في بلدة عقربة جنوب نابلس بكمية من الأعلاف التي تمكنهم من الصمود وتعزز من قدرتهم في البقاء وتقلل من تكاليف مدخلات الإنتاج. الوزارة قالت في بيان صدر عنها اليوم إن توفير الأعلاف يأتي استجابة لاحتياجات المزارعين الطارئة بسبب اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في مناطق الطويل ويانون، وأيضا في عقربة جنوب محافظة نابلس.
وطبعا هذه المساعدات عمليا أو الأعلاف تم توفيرها بتوجيهات من وزير الزراعة وفي سياق توجهات الحكومة وخطط وبرامج وزارة الزراعة في دعم المزارع الفلسطيني أينما كان. وكيل وزارة الزراعة عبد الله اللحلوح أكد أن الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الزراعة تضع هذه التجمعات على سلم أولويات تدخلاتها، وأشار أيضا إلى أن الوزارة ستنفذ في القريب العاجل عددا من التدخلات مع شركائها بما يتناسب مع احتياجات هذه التجمعات، وسيتم التركيز على تنفيذ برامج التحصين والتطعيم بالإضافة طبعا إلى عدد من البرامج الأخرى. إلى ورقتنا الثانية وفيها جوجل تسعى لاستقطاب الشركات مع خدمات سحابية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. اليوم متابعينا الكرام، أعلنت مجموعة جوجل الرقمية العملاقة أنها ستدمج الذكاء الاصطناعي في خدماتها للحوسبة السحابية الآي كلاود للشركات الراغبة في الاستفادة من هذه التكنولوجيا. جرى الإعلان عن هذه الميزة الجديدة في المؤتمر السنوي لمجموعة كلاود نيكست الذي يعقد حضورياً لأول مرة في هذا العام. طبعاً منذ العام 2019 لم يعقد هذا المؤتمر وجاهياً أو حضورياً، عقد افتراضياً سنة 2023 في العام الجاري يعقد حضورياً. وطبعاً تستهدف في المقام الأول الشركات التي تعمل في مجال البحث عن البيانات أو العمل عبر الإنترنت أو الترجمة أو الصور. بدأ المؤتمر غداة إطلاق شركة أوبن AI النسخة الاحترافية من برنامجها تشات جي بي تي الساعي لمنافسة شركة مايكروسوفت التي كانت أول من بدأ العمل في هذا القطاع. وفيما تراقب شركات عدة تطورات الذكاء الاصطناعي باهتمام، لا يزال يتعين عليها الاعتماد على المجموعات العملاقة في مجال الحوسبة السحابية مايكروسوفت أو أمازون ويب سيرفر أو جوجل للحصول على القوة الحسابية اللازمة لاستخدام هذه التقنية. من هنا قررت هذه المجموعات الدخول في شراكة مع مطوري الذكاء الاصطناعي كما حصل عبر اتفاقية الإطار الموقعة بين مايكروسوفت وأوبن إي إي أو تطوير نماذجها الخاصة كما تفعل جوجل. وتخطط المجموعة العملاقة أيضاً لفتح خدمات الحوسبة السحابية لديها أمام أدوات الذكاء الاصطناعي وأمام أدوات ذكاء اصطناعي طورتها مجموعات أخرى مثل ميتا وأيضاً أنثروبيك في مسعى لجعل نفسها ممراً إلزامياً لهذا النوع من الخدمات. وحالياً متابعين الكرام في الوقت الحالي يعني تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 70% من الشركات الناشئة المتخصصة في تطوير الذكاء الاصطناعي والتي تتجاوز قيمتها مليار دولار من بينها شركة أنثروبيك وجازبر ورانوي هي بالفعل من زبائن خدمة جوجل كلاود للحوسبة السحابية، وفق طبعاً تأكيدات لنائب رئيس المجموعة المسؤول عن سوق الذكاء الاصطناعي فيليب موير خلال مؤتمر صحفي عقد في بداية المؤتمر. ومن بين العملاء الأوائل للذكاء الاصطناعي الذي طورته جوجل
تستشهد المجموعة بشركة جنرال موتورز المصنعة للسيارات، التي تعتزم دمج أداة المحادثة الخاصة بالمجموعة في مركباتها. متابعينا الكرام، تقول أنه تضاعف عدد عملاء خدماتها للحوسبة السحابية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي بمقدار 15 مرة خلال الربع الأخير، مع اهتمام مذهل بهذه المشاريع بحسب نائب رئيس جوجل كلاود جون يانغ. جوجل تدمج أيضا الذكاء الاصطناعي في الأدوات المكتبية مثل ميت ودوكس، وهي جزء من مجموعة أدوات Workspace الخاصة بها، والتي تضم أكثر من 3 مليارات مستخدم وفقاً لمجموعة جوجل. من بين أدوات الذكاء الاصطناعي في Workspace مثلاً، متابعينا الكرام، نذكر مساعد رقمي يمكنه تدوين الملاحظات أثناء الاجتماعات عبر الإنترنت أو حتى حضورها بدلاً من شخص ما، وتتيح هذه الخيارات للأشخاص شديدي الانشغال وكثيري الانشغال التواجد في مكانين في نفس الوقت من خلال الحصول على الملاحظات في نهاية الاجتماع عبر الإنترنت، لكن دون المشاركة فيه وبدون أي قدرة أيضاً على التعليق. إلى ورقتنا الثالثة متابعينا الكرام، فيها ارتفاع أسعار الذهب مع انخفاض الدولار وعوائد السندات. زادت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الظهر انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة في الفترة الأخيرة. أظهر انخفاض الدولار وأيضا انخفاض عوائد سندات الخزانة في الفترة الأخيرة علامات على أن الاقتصاد منهك متعب، وذلك قبل صدور بيانات حاسمة عن التضخم والوظائف خلال الأسبوع الحالي. من الممكن أن تحدد مستقبل أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي. ظهر اليوم متابعينا الكرام، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة طفيفة، جاءت على 0.2% لحد 1923 دولار للأونصة، ليحوم قرب أعلى مستوى له منذ 10 من شهر آب الجاري، وبلغه طبعا أمس الاثنين. أيضا ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى 1951 دولار. انخفاض الدولار متابعينا الكرام أمام سلة عملات رئيسية، وتراجع أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عن أعلى مستوى لها منذ العام 2007، أدي أو تسبب بارتفاع أسعار الذهب. بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة طفيفة، جاءت ب 0.1%، صعدت إلى 24 دولار و 28 سنت للأونصة الواحدة. البلاتين ارتفع بنسبة 0.1%، ارتفع إلى 965 دولار و 49 سنت للأونصة، بينما انخفض البلاديوم بنسبة جاءت على 0.6%، وأيضا كان ب 1247 دولار و 15 سنت للأونصة الواحدة. وإياكم متابعينا الكرام نتوقف عند أسعار صرف العملات كما جاءت لهذا النهار عن بنك فلسطين. نبدأ بالدولار الأمريكي. سعر الشراء جاء بثلاثة شواقل وثمان وسبعين أجورا. سعر البيع جاء بثلاثة شواقل وتسع وسبعين أجورا.
ثم إلى الدينار الأردني مقابل الشيكل الإسرائيلي، سعر الشراء جاء بخمسة شواقل وثلاث وثلاثين أجورا، سعر البيع جاء بخمسة شواقل وخمس وثلاثين أجورا. إلى اليورو الأوروبي مقابل الشيكل الإسرائيلي، سعر الشراء كما سعر البيع تماما، كلاهما جاء بأربعة شواقل وإحدى عشرة أجورا. أخيراً إلى الجنيه المصري مقابل الشيكل الإسرائيلي، كلاهما سعر الشراء كما سعر البيع جاء باثنتي عشرة أجورا. قبل الختام متابعينا الكرام، عودة وتذكير بعناوين نشرة وطن الاقتصادية لهذا النهار، وكان فيها: وزارة الزراعة توفر أعلافاً لإسناد مربي الثروة الحيوانية في عقربة جنوب نابلس. وفي الثانية، جوجل تسعى لاستقطاب الشركات مع خدمات سحابية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. في الثالثة الأخيرة، ارتفاع أسعار الذهب مع انخفاض الدولار وعوائد السندات. إلى هنا انتهت حلقتنا من نشرة وطن الاقتصادية لهذا النهار، أشكركم متابعينا الكرام على حسن المتابعة. لكم تحياتي، أنا في الإعداد والتقديم رشا حسوني، والشكر موصول لزملاء في غرفة التحكم محمد زاغا ومحمود معطان. شكرا جزيلا وإلى اللقاء. وطن الاقتصادية، نشرة إخبارية يومية من الأحد حتى الخميس، الساعة الرابعة حتى الرابعة والنصف، على شبكة وطن الإعلامية. نتابع آخر وأهم ملفات الشأن الاقتصادي مع تحليلات اقتصادية وانعكاساتها على حياة المواطن الاجتماعية والمعيشية. هذه النشرة برعاية شركة سند. سند، استدامة، تطوير، بناء. والنبالي والفارس للعقارات. شركة النبالي والفارس للعقارات، معايير بناء جديدة. وبنك الاستثمار الفلسطيني، تنمية وأمان.